احنا مصفين النية. هادشي اللي كنتمنى. راه 23 عام وحنا فهمنا الصبر هو اللي كيحقق النتائج. على هاد الام دابا كتبكي. مرحبا بكم، تبارك الله عليكم. الحمد لله تواجد ديالكم داخل مركز التنمية البشرية. الحمد لله ما يزيد على 23 سنة وحنا في إطار التحسيس والتوعية والتوجيه في صفوف تلاميذ المؤسسات التعليمية والسجون المركزية ودور الشباب والشارع العام، وكذلك كنقوم بمجموعة ديال القوافل الطبية داخل دار البيضاء بشواطئها. الحمد لله يعني من التحسيس والتوعية انتقلنا لما يسمى بالعلاج والمتابعة النفسية والاجتماعية مجانا. احنا كنتواجدوا الحمد لله بمركز التنميه البشريه لحمايه الشباب من تعاطي المخدرات. الحمد لله كيجيو مجموعه ديال الاسر الضحايا الادمان والمدمنين وكيتعالجوا عندنا في هذا المركز الحمد لله بمعيه واحد المجموعه واحد الستاف كبير الحمد لله اللي كنقدم لهم التحيه والاحترام بما فيهم اطباء نفسانيين اطباء طب الادمان وكذلك ومثال الستاف ديال الجمعيه. يعني الحمد لله هاد الوليدات اللي كيجيو هنا كنستقبلوهم بطريقه بسيطه جدا، يعني ما يسمى بالابتسامه العريضه وحب الاخر. يعني هاد الدومين هذا ديال التعاطي المخدرات ليس بالسهل باش يجي عندك مدمن وتستقبلوه وتضمو عندك لصدرك بواحد الحنان بواحد طيبوبه بواحد ساعه الخط ما سهلاش وما معطياش النامبورت، ولكن الحمد لله هما من كيشوفوا هاد الشيء فينا كيفرحوا بسيشيكمو كيفرحوا. زيد عن ذلك كيتواجد معنا الاستاذ خالد البرك بسيفتو سيتان ناغتيغابوت، هذا فنان معالج سلوكي فني في اطار ما يسمى بالورشات الفنيه التشكيليه. الحمد لله يعني كيسر الله. انا كنت متخوف من واحد الخطوره ديال واحد المخدر جديد ظهر مؤخرا اللي هو مخدر البوفا، مي الحمد لله يسر الله عز وجل اننا نقضيو عليه. كيف؟ لان شحال من واحد كيقول لك بون هاد الوليدات اللي كيتعطاو البوفا ولا البنات اللي كيتعطاو راه ما عنده علاج. ما انا كنقول لهم لا، بالعكس كاين علاج، وعلاج الحمد لله اللي طبيعه الحال اول نقطه ديال العلاج ديال هاد المخدر البوفا هو المحيط العائلي، الدفء العائلي، الخاطر يعني الاباء والامهات. ومن هذا المنبر كنوجه رساله للاباء والامهات اللي للاسف وللحسره مفرطين بزاف وليداتهم وليداتكم، ما تغمضوش عويناتكم على وليداتكم. هذه رساله موجهه للاباء والامهات. رساله اخرى كذلك موجهه للناس المسؤولين داخل القطاع الحكومي والبرلمان والمؤسسات النقابيه والاحزاب السياسيه، لان حتى جمعيات المجتمع المدني لا حول لهم ولا قوه، يد وحده ما كتصفقش. اوكي الور الى اتحدنا وخدمنا شيئا ما العقل ديالنا غادي نحاولوا ما امكن نديروا واحد استراتيجيه عمل هنا بجهه الدار البيضاء استاذ، لما لا على الصعيد الوطني، لاننا لا نستهين بمجموعه من الادمغه داخل الوطن. تبارك الله عندنا ادمغه، عندنا ناس كفاءات عليا، نجلسوهم ويجلسونا ونديروا اليد في اليد ونرسموا واحد الخريطه ديال ما يسمى بحب الاخر والانسانيه، لاننا احب من احب وكره من كره. غدا من غدا غادي نمشيو للقبر، اوكي؟ ولكن ما فيها باس الانسان يدير واحد شويه ديال الخير، لان هاد الوليدات مساكين لا حول لهم ولا قوه. المخدرات، عندما نتكلم عن المخدرات فهي تتواجد على الصعيد العالمي ليس المغربي. الحمد لله احنا راه نحمد الله ونشكره داخل المملكه المغربيه الشريفه، لان الحمد لله واحد الفئه معينه اللي مشات لهاد المخدرات ماشي فئه كبيره بارابور الديار الفرنسيه والديار الاوروبيه والامريكيه واللاتينيه، اوكي؟ الور هنا الحمد لله نحمد الله ونشكره، لان ما يقع حاليا في الديار الفرنسيه لا يتصور على الحسبان. وليدات مقتبل العمر ويعني سوسون يعني بريون، وليدات بريون وضاعوا في البراتين ديال المخدرات ومباشره مشاو للموت، لان ديغنيغمون ولات واحد المخدر خطير في الديار الاوروبيه لا داعي لذكر اسمه للاسف وللحسره. مجرد ما كيتناولوه عبر ذاك النفاخه كيوليو كيقهقوا واحد الهستيريه خطيره ديال الضحك، مباشره ما كاملاش 10 دقائق كيوقع له ان كريز كاردياك، سكته قلبيه للاسف وللحسره. حنا نحمد الله ونشكره وليداتنا رغم ذلك يعني ما مشاوش لهذه الفضيحه هذه، ولكن رغم ذلك خصنا نحزموا الصمت ونجندوا جنود باش نحميوا وليداتنا من الضياع في براتين افه تعاطي المخدرات.
والرسالة اللي غادي نقول هي الوطن لهذه الوليدات، الوطن في حاجة إلى عقولكم وإلى أجسادكم فلا تدمروها. وواحد النداء أنا تمنيت كنت تكلم بحرقة، أقسم بالله العلي العظيم، عندنا هذا المركز والحمد لله مجاني، لا الكونسلتاسيون مجانية ولا الأدوية مجانية. بالمناسبة كان بغي نشكر جلالة الملك محمد السادس نصره الله، الله يعزه والله ينصره والله يخلي له صحيحته والله يرحم ليه الوالدين في هذا النهار. نفعنا واحد النفع كبير جدا بفلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لأن مشروع البروتوكول التكفلي لعلاج 200 مدمن الحمد لله يسر الله تعالى في مجموعة ديال الأدوية في إطار المبادرة، والحمد لله كيتناولوها هذيك الأدوية هاد المدمنين اللي الحمد لله هي أدوية بطبيعة الحال ما هي إلا مسكن. النداء اللي بغيت نوجهه كان وجهه الناس المسؤولين على القطاع ديال جمعيات المجتمع المدني، تمنيتهم يجيو يزورونا ويكونوا شراكات، لما لا، وديك الشراكات بطبيعة الحال يكون فيها واحد ضفتر التحملات وتمشي الأمور هكا كما ينبغي. لأن من كيجيو عندك الأطباء ديال الإدمان وأطباء نفسانيين والمساعد الاجتماعي وواحد المجموعة، لأن التسيير ديال هذا المركز خصو واحد السيولة، أوكي، وهاد السيولة إلا ما كانش راه ما كاينه معنى. يعني دابا حتى حنا كنخرجوا يعني نجبدوا من جيوبنا كمكتب مسير وكإدارة ديال المجلس الإداري للجمعية، يعني من جيوبنا وكانت قاتلوا هذا ما فيها باس يجيو يديروا واحد الإطلال على هذه الجمعية ويشوفوا ما لها وما عليها، وكما قلت لك يديروا دفتر التحملات وتمشي الأمور بخير وعلى خير، لأن هذا واحد الهم كبير، هذا ليس بالسهل، أنا أقولها وأتحمل مسؤولياتي، هذه مسؤولية جسيمة ليست بالسهل، باش تضيع الواحد يضيع وقته واحد مجموعة ديال الأشياء ليست بالسهل، وإنما الحمد لله هذا الشيء عندنا في الدم، وإحنا عندنا غيرة على هذا الوطن وعلى حب الوطن وعندنا غيرة على هذا المواطنين، ولكم الشكر.